الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، معالي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سيادة المستشار الجليل سعيد ماعي رئيس المحكمة الدستورية، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مجلس النواب الموقر، السادة العلماء والسادة النواب، السادة الإعلاميون، الحضور الكريم. بداية أؤكد أن حاجات الإنسان الطبيعية لا تقف عند حدود الطعام والشراب والكساء، ولا حتى عند حدود المسكن أو الدواء. فللإنسان حاجاته المادية وحاجاته المعنوية والروحية. وبما أن الإنسان كائن متدين بطبعه وفطرته، أيا كان الدين الذي يعتنقه، فإن الناس في حاجة دائما إلى العالم والفقيه والمفتي والمثقف. وإذا لم يجد الناس أبواباً مفتوحة لطرق الرشاد، فإنهم قد يذهبون أو يختطفون إلى اتجاهات منحرفة أو مضللة. وهذا ما يؤكده حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يجد الناس عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن ثم فإنني أؤكد أيضا أن حاجة الناس إلى الإفتاء المنضبط كحاجتهم إلى الدواء الناجع. إن حاجة الناس إلى الإفتاء المنضبط كحاجتهم إلى الدواء الناجع. وكما أن الدواء يحتاج إلى علماء متخصصين، فإن الإفتاء أيضاً يحتاج إلى أهل العلم والاختصاص فيه. وكما لا يمكن ولا يصح أن نطعم الناس طعاماً فاسداً أو نعطيهم دواءً فاسداً، فإننا أيضاً لا يمكن أن نسلمهم إلى علماء أو مفتين مؤدلجين من المنتمين إلى جماعات التطرف والإرهاب، يلقون بهم إلى هوية القتل والتخريب والفساد والإفساد بلي أعناق النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه، لا يألون على دين ولا وطن ولا خلق ولا قيم. لذا فقد أصبح من واجب الوقت علينا غل يد هؤلاء الأدعياء عن العبث بالأمن الفكري لمجتمعنا، كما صار لزاما علينا دعم وتقوية جميع مؤسسات الدولة الوطنية، وبخاصة المؤسسات المعنية ببناء الوعي وتفكيك ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل وضلالات الجماعات الإرهابية وأبواقها المأجورة، خدمة لديننا ووطننا والإنسانية جمعاء. ذلك أن النفس إن لم نشغلها بالحق شغلت بالباطل، وأن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق. ومن ثمة أيضا فإننا نحيي ما قامت وما تقوم به دار الإفتاء المصرية على جهودها، سواء في مجال الفتوى والإفتاء الرشيد المنضبط بضوابط الشرع الحنيف،
أم في مجال الفكر أم في مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين. وهذا واجبنا جميعا للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية والعمل على تقويتها حتى لا تعود تلك الجماعات المتطرفة إلى محاولة اختطاف أي مؤسسة من مؤسسات الدولة مرة أخرى. ويجب أن ندرك أن خطأ هذه الجماعات يظل قائما، فهي وإن كمنت لبعض الوقت وعملت على تغيير جلودها فإنها ستظل تعمل على إعادة إنتاج نفسها بشكل أو بآخر، مما يتطلب أمرين: الأول اليقظة التامة، الأمر الثاني التذكير الدائم بالتاريخ الأسود لهذه الجماعات. ومن ثم فإننا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنخرج خلال الأيام القليلة الماضية أول كتاب تاريخي عن تاريخ الجماعة الأسود الذي كتبه مجموعة من المثقفين والكتاب عام 1954 تحت عنوان هؤلاء هم الإخوان، والكتاب الآن قيد الطباعة في الهيئة العامة للكتاب. كما سنخرج مع مطلع العام المقبل بإذن الله الكتاب الثاني الذي نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان رأي علماء الدين في إخوان الشيطان مفندين ما مت وما قامت به هذه الجماعة وما حاولت من تغيير جلودها. نهنئ فضيلة المفتي والشعب المصري والعالم الإسلامي والإنسانية بهذا الأداء المتميز لدار الإفتاء، متمنين لهم مزيدا من التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.